الحمد لله حمدا ليس منحصرا على أياديه ما يخفى وما ظهرا. ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطرا على الذي شاد بنيان الهدى فسما وساد كل الورى فخرا ومفتخرا. نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه كل من آوى ومن نصرا. وبعد فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفرا، لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشرا. وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سطرا. إن الإله إله واحد صمد فلا إله سوى من للأنام برا. رب السماوات والأرضين ليس لنا رب سواه تعالى من لنا فطرا. وأنه موجد الأشياء أجمعها بلا شريك ولا عون ولا وزرا. وهو المنزه عن ولد وصاحبة ووالد وعن الأشباه والنظرا. لا يبلغن كنه وصف الله واصفه ولا يحيط به علما من افتكرا. وأنه أول باق فليس له بدء ولا منتهى سبحان من قدرا. حي عليم قدير والكلام له فرد سميع بصير ما أراد جرا. وأن كرسيه والعرش قد وسعا كل السماوات والأرضين إذ كبرا. ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته فاسأل الوحيين والفطرا. إن العلو به الأخبار قد وردت عن الرسول فتابع من روى وقرا. فالله حق على الملك احتوى وعلى العرش استوى وعن التكييف كن حذرا. والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء سميع شاهد ويرى. وأن أوصافه ليست بمحدثة كذاك أسماؤه الحسنى لمن ذكرا. وأن تنزيله القرآن أجمعه كلامه غير خلق أعجز البشرا. وحي تكلم مولانا القديم به ولم يزل من صفات الله معتبرا. يتلى ويحمل حفظا في الصدور كما بالخط يثبته في الصحف من زبرا. وأن موسى كليم الله كلمه إلهه فوق ذاك الطور إذ حضرا. فالله أسمعه من غير واسطة من وصفه كلمات تحتوي عبرا. حتى إذا هام سكرا في محبته قال الكليم إلهي أسأل النظر إليك. قال له الرحمن موعظة ما تراني ونوري يدهش البصر. فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته إذا رأى بعض أنواري فسوف ترى. حتى إذا ما تجلى ذو الجلال له تصدع الطور من خوف وما اصطبرا. وبالقضاء وبالأقدار أجمعها إيماننا واجب شرعا كما ذكرا. فكل شيء قضاه الله في أزل طرا وفي لوحه المحفوظ قد سطرا. وكل ما كان من هم ومن فرح ومن ضلال ومن شكران من شكرا. فإنه من قضاء الله قدره فلا تكن أنت ممن ينكر القدر. والله خالق أفعال العباد وما يجري عليهم فعن أمر الإله جرى. ففي يديه مقادير الأمور وعن قضائه كل شيء في الورى صدرا. فمن هدى فبمحض الفضل وفقه ومن أضل بعدل منه قد كفرا. فليس في ملكه شيء يكون سوى ما شاءه الله نفعا كان أو ضررا. ولم تمت قط من نفس وما قتلت من قبل إكمالها الرزق الذي قدرا. وكل روح الرسول الموت يقبضها بإذن مولاه إذ تستكمل العمرا.
وكل من مات مسؤول ومفتتن من حين يوضع مقبورا ليختبر، وأن أرواح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجر. لكنما الشهداء أحيا وأنفسهم في جوف طير حسان تعجب النظر، وأنها في جنان الخلد سارحة من كل ما تشتهي تجني بها الثمر، وأن أرواح من يشقى معذبة حتى تكون مع الجثمان في سقر، وأن نفخة إسرافيل ثانية في الصور حق فيحيا كل من قبرا، كما بدا خلقهم ربي يعيدهم سبحان من أنشأ الأرواح والصور. حتى إذا ما دعا للجمع صارخه وكل ميت من الأموات قد نشرا، قال الإله قفوهم للسؤال لكي يقتص مظلومهم ممن له قهرا. أيوقفون ألوفا من سنينهم والشمس دانية والرشح قد كثرا، وجاء ربك والأملاك قاطبة لهم صفوف أحاطت بالورى زمرا، وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها فأهالت كل من نظرا، لها زفير شديد من تغيظها على العصاة وترمي نحوهم شررا، ويرسل الله صحف الخلق حاوية أعمالهم كل شيء جل أو صغرا، فمن تلقته باليمنى صحيفته فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفرا، ومن يكن باليد اليسرى تناولها دعا ثبورا وللنيران قد حشرا، ووزن أعمالهم حق فإن ثقلت بالخير فاز وإن خفت فقد خسرا، وأن بالمثل تجزى السيئات كما يكون في الحسنات الضعف قد وفرا، وكل ذنب سوى الإشراك يغفره ربي لمن شاء وليس الشرك مغتفرا، وجنة الخلد لا تفنى وساكنها مخلد ليس يخشى الموت والكبرا، أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله وللنعماء قد شكرا، وينظرون إلى وجه الإله بها كما يرى الناس شمس الظهر والقمر، كذلك النار لا تفنى وساكنها أعدها الله مولانا لمن كفرا، ولا يخلد فيها من يوحده ولو بسفك دم المعصوم قد فجرا، وكم ينجي إلهي بالشفاعة من خير البرية من عاص بها سجرا، وإن للمصطفى حوضا مسافته ما بين صنعاء وبصرى هكذا ذكرا، أحلى من العسل الصافي مذاقته وأن كيزانه مثل النجوم ترى، ولم يرده سوى أتباع سنته سماهم أن يرى التحجين والغررا، وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده ورجال أحدث الغيرا، وأن جسرا على النيران يعبره بسرعة من لمنهاج الهدى عبرا، وأن إيماننا شرعا حقيقته قصد وقول وفعل للذي أمر، وأن معصية الرحمن تنقصه كما يزيد بطاعات الذي شكر، وأن طاعة أولي الأمر واجبة من الهداة نجوم العلم والأمراء، إلا إذا أمروا يوما بمعصية من المعاصي فيلغى أمرهم هدرا، وأن أفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصرا، أعني الصحابة رهبان بليلهم وفي النهار لدى الهيجى ليوث شرا، وخيرهم من ولي منهم خلافته والسبق في الفضل للصديق مع عمرا، والتابعون بإحسان لهم وكذا أتباع أتباعهم ممن قفى الأثرا، وواجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرا،
فلا تخض في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد، وكن إن خضت معتذرا. والاقتداء بهم في الدين مفترض، فاقتد بهم واتبع الآثار والسورا. وترك ما أحدثه المحدثون، فكم ضلالة تبعت والدين قد هجرا. إن الهدى ما هدى الهادي إليه، وما به الكتاب كتاب الله قد أمرا. فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفرا. فهاك في مذهب الأسلاف قافية، نظما بديعا وجيز اللفظ مختصرا. يحوي مهمات باب في العقيدة من رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهرا. والحمد لله مولانا، ونسأله غفران ما قل من ذنب وما كثرا. ثم الصلاة على من عم بعثته، فأنذر الثقلين الجن والبشرا. ودينه نسخ الأديان أجمعها، وليس ينسخ ما دام الصفا وحرا. محمد خير كل العالمين، به ختم النبيين والرسل الكرام جرى. وليس من بعده يوحى إلى أحد، ومن أجاز فحل قتله هدرا. والآل والصحب ما ناحت على فنن، وارقى وما غردت قمرية سحرا.